سيداتي أستاذ ساداتي، من ملعب نادي جزيرة بنحييكم ونقدم لكم سباق النهاردة في دوري النجوم. دوري النجوم النهاردة فيه نخبة كبيرة من النجوم من مختلف أندية مصر، الأهلي والزمالك وغيره، وأيضا من نجمتنا ونجومنا في الفن بأشكاله المختلفة. هنشوف حالا نجومنا وهم بيسبقوا بعض، وإن شاء الله كلهم يسبقوا بعض، ونشوف سباق في العدو، عدو حواجز. اللي عايز اقوله كمان ان احنا بنبتدي حلقتنا زي ما انتم عارفين باسئله في المعلومات الرياضيه. هنشوف دلوقتي رغده بتوجه سؤال وسناء يونس بتوجه سؤال. عام 1991 ستقام الدوره 11 لالعاب البحر الابيض المتوسط، من منظمها؟ مين اللي نظم الدوله؟ باريس، لندن، روما. لا ازاي بقى؟ الهند تقريبا. معلش معلش. اليونان. اثينا. صح السؤال، صح الجواب، صح. يعني السؤال بيقول من هو خوان انطونيو سامارانش؟ هو كلنا عارفينها طبعا، بس الكابتن عفت يجاوب على السؤال. اللي هو صاحب الكابتن، رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهو صاحبي. كان زميلك في المدرسه يا كابتن. سؤال بس للكابتن احمد عفت، كان زميلك في الملعب؟ بيلعب معايا العاب قوه. كابتن جلال زكي، حكم مباراة النهاردة في سباق عدو الحواجز، أنت من أبطال مصر في ألعاب القوة، نقدر نعرف أنت كنت بتلعب إيه؟ كنت بجري 100 متر و200 متر عدو. وأنت صاحب الرقم القياسي المصري أعتقد؟ لا، الرقم باسم واحد تاني، إنما أنا جبت نفس الرقم. حققت نفس الرقم اللي هو كام؟ 10-4 في 100 متر. وبطل العالم حقق الرقم كام؟ 9-9 أظن دلوقتي. طب تفتكر مين من نجومنا ممكن يقترب من الرقم بتاعك؟ مش عايزين نقول من رقم العالم. المنتصر بالله. على العموم مش قادر اقول الميه تكذب الغطاس، هي الملعب هيكذب المتسابقين. اتفضلوا. Thank you.
كابتن جلال زكي مين البطلين بتوع النهارده، ولو اننا شايفينهم معانا دلوقتي على الشاشه، لكن احب اعرفهم بصفه رسميه منك باعتبارك لاعب سابق وحكم حالي. بطله النهارده رغده، وبطل النهارده مصطفى عبده. كابتن مصطفى عبده، باعتبارك بطل سباق العدو وعدو الحواجز، ايه الحكم اللي تصدره على زملائك؟ هما ممكن ينطوا الحواجز كل اثنين مع بعض ويمسكوا يد بعض، دي هتبقى صعبه شويه. بس برضه بسيطه نسبيا، انا كنت فاكر هتحكم حكم اصعب من كده. معلش نرحمهم شويه. سيداتي أنساس سادتي، زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا حكم اجباري على فنانيننا ولاعبيننا، هنشوفه ونسمعه سوا دلوقتي. اجمل في الحفله مين؟ دبدوبه التخينه اللي لابسه فستان مين؟ فستان وجيبونه نوتي نطه يا دبدوبه. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه. قول لي وانت الغالي عليه، الغالي عليه. قول لي. ننتقل الان الى الاستوديو بعد ما لعبنا في الملعب، ونكمل اللعب والمسابقات الذهنيه بدل الرياضيه في استوديوهاتنا. تغير صوتك يا كتكوت وتقول لنا انت بتشتغل ايه. انا بشتغل مطربة. طيب عشان ما نوضحش للناس، غير صوتك بقدر المستطاع. ابتديتي تشتغلي في مجال الغناء من قد ايه؟ حوالي 7-8 سنين. وبتمثلي ولا بتغني بس؟ بغني وبمثل. حالتك الاجتماعية ايه؟ متزوجة وبس، كفاية احسن بقى يتعرف خلاص. يعني الكتكوت ده متهيألي انه هو صوت المطربة منى عبد الغني. طب ممكن نعرف شكلك من فضلك؟ تخيلي دلوقتي انك انت ماشية في الشارع، شارع زحمة، وفجأة حرامي راح ناتش الشنطة اللي في ايدك وخطفها وجري واختفى في وسط الزحام، تتصرفي ازاي وهو بيختفي قدام عينيك؟ يعني مش هسيبه. طبعا لو كان الشنطة فيها فلوس ولا حاجة مش اشكال، الفلوس بتروح وتيجي، لكن لو فيها ورق مهم مش عارفة، يعني هكون طبعا رقعت مليون صوت عشان الناس تجري وراه، مش انا اللي هجري وراه اكيد طبعا. لو كنت مكان سوزان عطية كنت عملت ايه وما عملتيش ايه؟ يعني طبعا اللي اعمله ان انا ادور على اغنية تعلق مع الناس، ومش سوزان بس على فكرة، اي مطرب في الدنيا يعني المفروض يبحث عن اغنية اللي المفروض تعلق مع الناس اولا، بعد كده بيسمعوا له اي حاجة. اللي هي ما بتعملهوش هي بتعمله للأسف، يمكن مع فرقة الموسيقى العربية، وده يمكن طبعا بطبيعه شغلها فيها وكده، ان هي يمكن تتقمص الله يرحمها ام كلثوم. بس فانا بقول ان دايما اللي بيقلد، معلش انا اسفه جدا يعني، بس مش بيعيش يعني، فلابد انها تبحث عن شخصيه ليها هي، ما يقولوش ده بتقلد ام كلثوم بس. علاء ميهوب برحب بيك، وقدامنا دلوقتي 10 اسئله لانه جه الدور عليك، وهنسمعك وانت بتجاوب عليها، وان شاء الله تجيب كل الاجوال الممكنه في هذا الشوط. السؤال الاولاني بيقول: ما هو موطن الرحاله العربي الشهير ابن بطوطه؟ ابن بطوطه المغرب. طنجه بالمغرب، مظبوط، لك هنا نقطه. مين يا علاء أوريان الثاني في أيام الحروب الصليبية؟ هو البابا اللي دعا لقيام الحروب الصليبية، معلش خيرها في غيرها.
مين مؤلف على هامش السيرة؟ أستاذ طه حسين. بالظبط كده، الدكتور العظيم الراحل طه حسين. تقدر يا علاء تقول لي وانت بتلعب تلات ارباع الوقت ان ما كانش اكتر تحت الشمس، ايه العنصر اللي بيكون 90% من الشمس؟ 90% مظبوط. هنا كمان نقطة، سؤال في الكورة يا علاء، وانت ما اشتركتش معانا في المباريات لان القرعة بالصدفة ما دخلتكش في المسابقة، وكنت اتمنى طبعا تبقى في الملعب لانك كنت هتصول وتجول، فيا رب ايه يستر ويجاوب على هذا السؤال. متى تم تحديد حجم كرة القدم عالميا دوليا وفقا لأحكام وقوانين اتحاد الكرة الدولي؟ أول مرة؟ امتى حددوا حجم الكورة لأول مرة في تاريخ هذه اللعبة الرياضية الكبيرة؟ سنة 1872. معلش، 872 طلعت اوت دي. الفيلم المصري اللي فاز بجائزة مهرجان السينما الأخراني سنة 89 من كام شهر كان فيلم ايه؟ كان في اسكندرية. طب كان بطولة مين انا قلت؟ ما كده اسهلها لك، هو كان فيلم ايام الغضب. بالظبط. البرازيل، ودي بلد مشهورة جدا بالكورة، اظن انت موافقني، وربنا يوفقكم كلها كام اسبوع ونبقى في كاس العالم وربنا يستر ان شاء الله. لجأت الى منظمة دولية لانقاذها من ديونها، تقدر تقول لي اسم المنظمة دي؟ هي ليها علاقة بالكرة في حاجة واحدة، ان فيها كلمة صندوق، لان كابتن علي زوهر اظن بيقول في الصندوق، مش كده؟ هي صندوق النقد الدولي. علاء ميهوب، تقدر تقول لي اشهر اولاد الملكة نفرتيتي مين؟ توت عنخ آمون. صح، لك هنا كمان نقطة. كلنا في الملعب وانتم بالذات بتعرقوا، ايه هي الغدد العرقية؟ عملها ايه؟ عملها ايه؟ هي بتفرز العرق. بالظبط، لكن عشان ايه؟ عشان توازن نسبة المية اللي داخل ونسبة المية اللي خارجة من الجسم. عشان تنظم حرارة الجسم، وفي نفس الوقت بتساعد على تخليص الجسم أو طرد الجسم للسموم اللي بداخله. السؤال الأخير سؤال في الذكاء وقوة الملاحظة والتركيز وسرعة الرد. رجل مريض طلب من أولاده تفاحة، وبينه وبين مكان التفاح ثلاث بحور، فكم من التفاح يجب على الأولاد شراؤه، علما بأن ثمن البرور من بحر للتاني نص البضاعة اللي بينقلها البحار عشان تصل الى الوالد في الاخر تفاحة واحدة زي ما طلب؟ تقدر تقول لي محتاجين كم تفاحة؟ طب تاني كم تفاحة يا علاء؟ نعم مش عارف. هما بالتحديد 8 تفاحات لانهم 3 بحور وكل مرة بيبقى في النصف بيتاخد، فمحتاجين لـ8 تفاحات عشان توصل للأب في الآخر التفاحة المطلوبة. معلش، خيرها في غيرها. بمناسبة بقى، قبل ما نسيبك عايزين نسمعك تشدو، يعني انت لابس فانيلا رقم 10 في الملعب وآخر شطارة، فعايزين الشطارة في الغناء أيضا. بغني حاجة فنانة فيروز اللي بحبها جدا يعني، بس طبعا ربنا يستر. حبيتك فنسيت النوم، يا خوفي تنساني، حبيتني ضرات النوم، تاركني سهراني. انا حبيتك حبيتك، انا حبيتك حبيتك. سلام.
هنشوف ونسمع سوا قطعة موسيقية لأغنية مشهورة، وبعد ما نسمعها ونشوفها هسألك عليها. السؤال بقى بيقول أول دولة عربية بدأ فيها الإرسال التلفزيوني، شفنا بقى فيه صورة في التلفزيون، كان أي بلاد العالم العربي؟ أنا هقول المعلومة الأول بتاع إن إحنا هنا كان سنة 60 أيوة في مصر. اللي سبقنا في التلفزيون اعتقد العراق بالظبط، بغداد كانت اول مدينه عربيه، تمام كده، بعدها بيروت، بعدها القاهره، والقاهره كانت 60 زي ما انت قلت، بغداد كانت 58. شكرا. هو يعني تقمص شخصيه مطرب مجهول، انما انا هغني واطلع أغنية الفنان محمد عبده ليلى. تفضل. منيتي أسهر معاكم ليلى ليلى، قلتي بعمري رضاكم ليلى ليلى، يراودني أمل في ليلى ألجاكم، وفرج بالفرح أحزان فرجاكم، عساكم ما نسيتوني عساكم، تريري عسى ما دار هوا عمره فداكم، ترى نادر هواكم نادر، قادر وناني قادر، ما قول غير الله، ترى الله يكوني في عنك الليل عاشقين يا بعاد. سيداتي أنسات سادتي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة الليلة، نلتقي بكرة إن شاء الله في نفس الموعد مع نفس البرنامج ونجوم آخرين في دور النجوم. إلى اللقاء مع أجمل منى وأرق حياتي.